أهلا بيك. كل إنسان إلى فترة يمكن تبدي بمشاكل وتأثر على حياته الزوجية، لكن أنتي المشاكل بدت وياك من وقت مبكر. من شو وقت بدت وياك المشاكل؟ شوفي، أنا انولدت وهي المشاكل موجودة. يعني أنا السبب هي المشاكل. أبويا تزوج أمي غصبا عن أهله، وأهلها كانوا مراضين، بس ما أدري شلون صارت القسمة والزوجوا، وهو هذا سبب كل مشاكلنا. لأنه خوالي ما يريدون عمامي، وعماتي شادات وي أمي، وهاي المشاكل والغيرة بيناتهم، وإحنا كنا مرسال بيناتهم. روح قولي لها هي يعني صور، حتى يتعاركن على الخياط اللي تخيط لها. فمشاكل بين عماتي وأمي أبد ما تخلص، وهواية يعني يدخلون أبوي وأمي بيها، بس يعني عمامي وهاي، بس ما بيناتهم ما يحقدون لو يشيلون يتعاتبون، بس مو مثلهن. هن لا، يصير حقد بيناتهن وغيرة. هذه المشاكل استمرت، خاصة احنا كنا بالمدرسة، وهذا نجح وهذا رسب، وهاي اللي شلون يعني اذا احنا ما نجحنا يظلون يحجون علينا، ما نخلص من هذا الحكي لحد ما كبرنا. يعني عبرت عن المتوسطة، بس ما كملت، قعدت في البيت وخواتي همين. صارت اول شغلة من زوجة وحدة من بنات عمي، طبعا ظلوا يتباهون بانه اول وحده تزوجت من يمهم وهذا الحكي. انا بعدين اخواتي تزوجوا اصغر مني واكبر مني الوسطانيين، بس انا كنت يعني اللي يجيني شلون اتخوف ارفض، بابا براحتي مخليني ما يتدخل، امه هم براحتي مالها، يعني مش مالها شغل ابد. فوصلت أنا للعشرينات وبعد نفس الشيء بالنسبة لهم. أنا العشرينات صرت بايرة يعني بالنسبة لعماتي، ويعني دائما يحجون لأمي هاي الكلمة، وبالنسبة لهم هاي كبيرة وبعد ما تتزوج وما تجيها قسمة زينة ومن هذا الحكي. هاي يعني هاي أفكارهم. أنا ما تأثرت ومنتظرة القسمة الزينة. القسمة هي شلون صارت؟ عمي أرادني الابنة. هنا أنا شلون تخوفت، أبويا ما عارض، لأنه علاقته بعمامي زينة، بس عماتي تعرفين ما يريدن أمي. أمي عارضت ما قبلت. شوفي، دائما من صادفك شخص وتتكلمين وياه بهذا الموضوع، سواء بنية أو ولد، حيقول لك أنا مثلا زواجي تقليدي، ينطي مبرر لنفسه فشل علاقته الزوجية إنه زواجي تقليدي. تروحين على غيره يقول شان زواجي عن حب بس مدام، فقام ينطيش همات مبررات على هذا الموضوع. فالعلاقة الزوجية بحد ذاتها هي ما لها دخل بي علاقة حب أو زواج تقليدي. ليش؟ المرأة والرجال هم يسوون أساس لهذا العشة الزوجية. مثل ما نقول المرأة دائما هي المرأة العراقية مشهودة بكل المجالات، كل مجالات الحياة، انه تدوس على نفسها في سبيل انجاح هذا البيت، تدوس على نفسها في سبيل انجاح الحالة الزوجية او في سبيل انجاح زوجها حتى تخليه يحبها ويتعلق بها. هي المرأة مو الرجال، خليها ببالك. من تسجين على الزوج هو يمكن يبذل جهد حتى انه يحب هاي اللي تزوجها، مثل ما يفكر انه زواج تقليدي، بس ما يقدر. الرجال مو مثل المرة، لكن المرة تقدر تأثر على الرجال. دائما من شوفين اثنين متزوجين تقول ها شوف زوجته غيرته، يعني معناها شنو؟ الزوجة لها تأثير، المرة لها تأثير درجة أولى. فليش إنه أنا ما أخلي حياتي تكتمل حتى لو زواجي تقليدي؟ لازم يعني شنو معناها زواجي تقليدي؟ وأنا تزوجت بعد وشفت انه انا وياه مدن ننسجم، يعني معناها اتطلق؟ ماكو هذا المبدا نهائيا، ولا اخلي احد يتدخل بحياتي الزوجيه. انا اذا اريد هذا الزواج يكتمل وانا مقتنعه بالرجال بس ماكو علاقه حب بيناتنا، انا ازرع الحب. هسه ابسط شيء، علاقه اثنين ولد وبنيه، من اول ما تعرفهم هم ناس تعرف ناس؟ لا،
ما ناس مجرد نظرة، يعني النظرة شفتهم منك وانت شتفتهم من عندي صح لو غلط، لكن من خلال العشرة المرة تقوم تثبت نفسها انه انا احبك وموت عليك وانت ماكو مثلك رجال بالكون، ونفس الشيء الرجال يقوم يثبت له كل وسائل اللي عنده بكل طاقته الإيجابية والسلبية انه انا احبش وموت عليك ما عندي غيرك. زين ليش ما اسوي هاي ال 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 التواصل اللي صار بيناتكم من انت عندك علاقه ويا ابني نفس عكس اسوي يا زوجتي اللي زوجتها زواج تقليدي همات ابدي كانه اول انسانه عرفتها بحياتك وابدي بكلام رومانسي شنو اللي يعجبها اوفر لها اياه حتى تقوم شوي شوي تحبني وتتعلق بيا. نفس الحاله المره موافقتك بالزواج كانت كلش غريبة، يعني تعرفين هاي المشاكل كلها وقبلتي بالزواج ليش؟ أنا من شفت أبويا يعني ما اهتم للموضوع وعنده عادي ينطيني لابن عمي وفرحان فمشيت ويا أبويا. أمي ما قلت لي يعني نهتني ذاك النهي بس قالت أنا ما راضي وإذا تتزوجي ما أعتقد راح يعني تكملين حياتك ويا، ما أخذت الكلام أهمية. بدينا يعني صارت خطوبة وبدينا نجهز، أمي ما ساعدتني ولا أجت وياه مو مثل كل أم يعني، ويا خواتي من ساعدتهم من طلعت وياهم من اشتروا النيشان مالتهم، أنا لا شنو أشتري ما يعجبها لو تقلد علي. هناك عمتي اللي هي أم زوجي يعني هي أصلا حقدة على أمي وهذا الزواج صار غصبا عليها. أنا أدري هذولا بيحبون دولة وهاي مشاكل بس أنا قلت بلكي الله أنه الله يهديهم ويصلحهم. والولد ما شفت منه شيء يعني فترة الخطوبة عادي يعني حتى ما صار بيناتنا ديش العلاقة القوية، يعني شلون يحاكيني مثل أخواته أنا همين أشوفه هيك لأن طول حتى شايفته مثل الأخ. قلت يجوز بعد الزواج يتغير الموضوع، صار الزواج مشاكل أكثر زادت. عمتي يعني كلش شادة وياي وهذا الحكي وأقل كلمة أقولها يفسرونها بغير تفسير، وأمي منتجها مصير بيناتهم مشادات ويحجون ويتعاركون. أنا هاي الأمور كلها عبارتها قلت أهم شيء هو الولد، إذا كسبه هو يعني أقدر كلهم هيك يعني ما أهتم لهم. الولد ما تجاوب ولا ساعدني وما حاولت وياه، حاولت أحبه حاولت أتعرف عليه يعني أتعرف عليه من جديد ولا كأنه هو ابن عمي. ما مهتم يعني عادي زواجه عادي يعني مرة وخدمة وبس مو غير شيء. هذا الموضوع بقى أنا 6 أشهر طبعا زواجي 6 أشهر وصار الطلاق يعني بالأربعة أشهر شيء صارت مشكلة بين خوالي وعمامي، المشكلة على فلوس. المشكلة هم يعني ما أدري شلون يعني صارت أشياء قديمة وأشياء ما نعرف بيها وهم بيناتهم صايرة وهي النسوان ما يدرون هو شغل بيناتهم فصارت مشكلة كلش قوية. فبيومها هي بيوم المشكلة اشتكوا خوالي على عمامي واجت الشرطة اخذت الولد، وبنفس الساعة امي اجتني وهي تدرب الموضوع قالت لي لما غراضك وتعال ما تبقين انت هذا واحد رايح للسجن انت تبقين وي واحد مسجون انا خاف عليك. انا كنت يعني حائرة إذا ما أروح وياها راح أخسرها لأن هي هددتني يعني هنا إنه يعني إذا ما تجين بعد هاي خلص أنا أتبرى منك وهاي فرصة طلع من يمهم من هذا الحكي. وأدري بنفس الوقت أنا أبويا ما خسره بكل الأحوال لأنه هو زين ويا عمامي، قلت أنا ما أريد أخسر أمي لما يتغراضي وأحت ويا أمي. طبعا رد فعلهم هم يعني الزوجة ما اهتموا ما مهتمين لي اصلا، كانوا يعني على مود الولد لان خذوهم من مركز الشرطه فكانوا يعني بكي يعني اصلا امي تعاركوا وياها من اجت يعني كانت حالتهم مو انا ببالهم. فانا من طلعت فد مره طلعت وعادي عندهم. زين انا بدايه كلامك قلت لك المراه إلها تأثير 100%، مو 100%،
بالمجتمع ككل، مو بالأسرة الصغيرة، مو علاقتي أنا وزوجي، مو بيت بالغرفة مالتي، لا تختلف طبعا تختلف. هنا يبدي دور الأم بهذا المحور كله وقضيتها البنية، ومو بس هاي قضية، قضايا هواية تشابه هاي القضية، هي دور الأم. يعني أنا بنتي أنا بعد انطيتها زوجتها، سواء كانت بيناتهم علاقة أو سواء كان أنا وعائلة هذا الولد مرتاحين ولا ما مرتاحين، أنا بعد انطيتها، يعني هي مو على مزاجي، هي مو سلعة. هاي البنية الطفلة من زوجتها هي مو سلعة أبيع واشتري بكيفي أو كيف أبوها، ماكو هيك مبدأ بالحياة، لأن هاي حتأثر على البنية وتأثر عليهم سلبا للعائلة نفسها. أنت من انطيتيها أوكي، أنتو بيت الأهل الزوج عندكم خلاف، بس أنا بعد انطيتها، ما اللي دخل ما دام هي ما مسببين لها مشكلة للبنية. خلص دائما الأم دورها تيجي شنو، حتى لو تصير مشكلة، ولازم تصير مشكلة، ليش؟ لأن العائلتين ما مصافين، لكن هي وزوجها ماكو مشكلة. اللي حيبدي وليدور شنو، تقوم العمة تسمعها كلام، تقوم الحموات تسمعها كلام، ليش؟ لأن أكو غيرة، أكو كره قديم مدفون، وجدتهم هاي البنية من هاي العائلة اللي هم عندهم بها مشكلة، فهذا معناه شنو؟ البنية حتتأثر. بس رغم هذا احنا ما معناها من تصير مشاكل رأسا لا طلقوها، لا لا لا، يبقى دور الأم. شنو دور الأم؟ هي نصائح وتوجيه لبنتها، ما يخالف بنتي تحملي إذا ما دام زوجك وياك، وحتى إذا بالبداية مو وياك لأن انتو أصلا ما منسجمين وحياتكم ما متواصلين، صح هو ابن عمك بس انتو ما متلاقين سوا ولا قاعدين سوا، اعتبري إنسان غريب، وهسه وش شفتي وهسه وش اكتشفتي، عيوبه وإيجابياته، السلبي والإيجابي انتهى، حد يختلف كلش، وهذا مصيري مصير بنتي، لأن البنية من تتطلق ترى ما حد يتكلم عن الرجال قد ما يتكلمون عن البنية. المفروض الأم تنظر مليون مرة وتفكر مليون مرة من تنطي بنتها. فالمهم تقعد تنصحها وتوجهها، بنتي ما دام إنه زوجك زين، وحتى إذا عنده أغلاط، حتى إذا تحسين طبعه مو مثل طبعك، وهي أكيد لأن أنتوا ما ناس تعرفنا، واللي تعرفيه وحتى المرض تعرف الإنسان اللي أخذته عن حب، من تتزوج تكتشف هواي الشغلات وهو ما تكتشف، يعني هذا أمر طبيعي مو فد شيء غريب. زين أنت الأم لي وين دورك بالحياة هذه؟ وين دورك اتجاه أبنائك؟ يعني مجرد صارت مشكلة بين العائلتين هذا استغلت المشكلة وراحت جابت بنتها، فبالعكس من حق الولد من يطلع من السجن يطلقها، يطلقها لوش؟ لأن البنية اللي ما تتحمل زوجها بشدة وبرخاء بلاها بلاها. احنا كل عوائلنا وشنو كليتنا، احنا ملاك، كليتنا ما عندنا مشاكل، كليتنا ما صار عندنا ضغوطات، وخاصة هسه أوضاع المجتمع العراقي أوضاع تتأثر على نفسيتنا، يعني عبقدا نعيش حرب نفسية، فتشوفين حتى الطفل روحه صايرة بخشمة من تتكلمين وياه، فأمر اعتيادي. يعني هما ما سببوا لها إلها مشكلة، مشكلة بين العائلتين، أقولها يا بنتي وقعدي، أو مو مشكلة أجيب بنتي أجيبها لسبب، السبب هي لو أم فاهمة وداركة أروح أجيب بنتي حتى لا يأثرون عليها، يا با مين يطلع زوجها تجي، لأن ما تتحمل مثلا الوضع هناك، شوف زوجها خاف يسمعوها كلام، ما بيها شيء، لكن تأخذها حتى تطلقها لأن دخل للسجن، ماكو هيك مبدأ. هو إنسان محترم، هو لو مو محترم أنت ما انطيتي بنتك له، لكن صارت مشكلة، منو مصير بي عنده مشكلة؟ هو ما مسوي جريمة حتى تخلين بنتك تطلق من عنده، ما مسوي فد أمر ينعاب بي وتخجلين من عنده. تمام، بعد انه كان هو السبب انه من القى القبض على زوجك واخوانه، انت طلعت من البيت وهاي بدت مرحله الطلاق، كنت انت قابله على الطلاق؟ شلون صارت قضيه الطلاق؟ جيت لاهلي بقيت يومهم ساكته ما احكي، امي تحكي وتحكي على ابويا وتحكي
عليهم خوالي يجون، طبعا امي هي طبعا وين خوالي، ابويا وين عمامي، بس هو يجينا عادي ما يحكي بالموضوع، ما يريد يوصل كلام، خاف امي توصل كلام لهم او ايش صار بيناتهم. بقيت انا حايرة تنحل مشاكلهم، قلت بلكي وارجع. انحلت المشكلة بين عشيرتين يعني، فضوها بيناتهم. بس امي خلال هاي الفترة رايحة المحامية ويعني رافعة قضية طبعا، انه اني شلون موكلتها او هيك شيء، يعني امي لازم تمشي بهيك اجراء، فعادي المحاميه مصدقتها، فمن ورايا مسويتها انه قضيه لازم يصير طلاق، لانه الولد دخل السجن وهذا يعني مو زين، ويعني شلون هاي يقولون عليها ضرر، انا ما افهم بهاي الامور، بس هي قدرت هي والمحامية سوى هاي الموضوع طبعا، وماشية بالمحكمة راحت هي أكثر من مرة، من تطلع احنا عند البيت تروح للسوق تروح فتشي، بس من يعني ما تقول لنا بتفاصيل ولا نسألها احنا وين رايحة. كبداية، التفريق للضرر زين كتعريف إلى هو إيذاء الزوج لزوجته، أو العكس صحيح، إيذاء الزوجة لزوجها، ويجب أن يكون الضرر ضررا جسيما. في الحالة المعروضة للمشاهدين الكرام اللي هي أنه الزوج انسجن فترة معينة، وكذلك إذا يعني عكسنا الأمر، الزوجة إذا انسجنت أو انحبست لمدة معينة، زين أقر القانون العراقي بالمادة 43 من قانون الأحوال الشخصية، هو الحكم لمدة 3 سنوات، زين للزوج أو للزوجة يحق لأحد الطرفين إقامة دعوة تفريق للضرر وكسبها على أساس القانوني. المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية كانت صريحة بهذا الاتجاه، الحبس لمدة 3 سنوات سبب رئيسي من أسباب التفريق للضرر، ممكن أنه يكون بتزوير أو ممكن لا، لأنه القانون اشترط على أن يكون سنه 18 سنة في حالة إعطاء وكالة لمحامي، زين، والتوكيل يجب أن يكون من صاحب المنفعة الشخصية أو صاحب المصلحة، وكذلك إقامة الدعوة، دعوة التفريق للضرر يجب أن تكون من قبل صاحب المصلحة المشروعة اللي هي الزوجة نفسها، أما إذا أقامتها الأم لا يجوز، هاي قانونا لا يجوز باعتبار أنها ليست ذو مصلحة، هاي النقطة الأولى. ثانيا، التوكيل يجب أن يكون من قبل الشخص نفسه، لا يجوز من قبل الأم، ممكن الأم تراجع المحامي، ممكن أخذت استشارة من محامي، لكن هي ما مشت بالإجراءات لحد ما أخذت وكالة من بنتها. وهذا الخصوص لما أخذت وكالة من المحامي، من أخذ وكالة من البنت وجدت الوكالة إليه باشر بإجراءاته، وهو على هذا الأساس مشت الإجراءات وبشكل طبيعي وصارت كتابة الوكالة تصدر من كاتب عدل، تخول كافة الصلاحيات القانونية، زين، وأقامة الدعاوى في محاكم الأحوال الشخصية، وعلى هذا الأساس أقام دعوى باسم الشخص المعني. من قلت لي بالموضوع أنا كنت ما راضية، بعدين حكيت ويا زوجي قلت له يا بهي شو صاير وهاي، هو تنرفز وتعارك وياي وأذان وتجاوز علي، قلت أنا خلاص بعد جت هي هاي مني من أمي وهي من صالحي وأنا ما أريدك بعد، وراح يتم الطلاق وكل من يشوف طريقه، هو همين يعني ما أثر بالموضوع، أهله بالعكس صارت مشاكل وانتم شلون تسوون عليه القضية وشلون هاي، وانتم اشتكيتوا وانتم دخلتوا ابننا للسجن، شلون مشتكين وتريدون تطلقون لأنه هو بالسجن؟ هو هنا أنا حقيقة هنا أنا راح تكون للواقع الاجتماعي، الزوج هو ما عرف كيف يتصرف قانونيا، هنا المشكلة عدم التصرف قانونيا. احنا لا دائما نشير إلى أنه كل الناس عندما مواجهة قضية معينة يجب استشارة محامي بهذا الخصوص، فعدم معرفته بالقانون، زين، كانت النتيجة هو الطلاق رغما عن إرادته، ممكن يكون زين، بحيث أنه الزوجة أقامت دعوة، زين، دعوة تفريق، لكن هو وفق القانون ترد هذه الدعوة، ما استشار محامي وصل لهاي النتيجة اللي هو يجوز ما يريدها أو يريدها حسب المعطيات اللي عنده. بالنسبة للدعاوى الأقارب بينهم بمسألة الحقوق الشخصية للزوجة أو الزوج كذلك،
حقيقة دائما يتجهون إلى الاتفاق باعتبار أنه بيناتهم صلة قرابة ويلتجئون لاتفاقات معينة على أساسها يتم كطلاق خلعي أو كذا. لكن في حال دعوة تفريق زين، التفريق يكون للضرر أكيد زين، بحالات معينة، بحالات ممكن أنه القاضي يعطي التفريق للزوجة أو الزوج أو لا، من عندها حالة زنا الزوجية، حالة عدم الإنفاق، حالة الهجر، وحالة الحبس، الحبس لمدة معينة للزوج وهكذا. بالحقيقة بالنسبة للأقارب، الأقارب دائما يكون على أساس اتفاق ومبدأ معين، الاتفاق بيناتهم يكون كطلاق خلعي، هذا اللي متداول دائما بالمجتمع العراقي. لكن إذا في حال رغب الزوج أو الزوجة بإقامة دعوة تفريق، هي ماكو فرق بين أقارب أو غير أقارب بالنسبة للقضاء وبالنسبة للقانون، الكل سواسية والكل موحد على هذا الأساس. دائما تعرفين الأقارب أو بشكل عام زين الأهالي يدخلون الزوج والزوجة وتصير مشاكل وإثارة للمشاكل على هذا الأساس، من أم تتدخل يعني بحياة الزوجية للابنة أو الأب أو كذا أو الأخ أو الأخت يعني وهكذا، مشاكل عديدة. نحث دائما احنا كمحامين نحث كل الأهالي على أنه يعني عدم التدخل في حياة الزوجية للزوجة أو الزوج زين. طبعا هو التدخل ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي زين، احنا نحث على عدم التدخل السلبي زين والواقع، وهذا مجتمعنا ليس بعيد عن، احنا مو بعيدين عنه يعني، على مود نكون ضمن الحدود. وعلى هذا الأساس الحث مالتنا انه عدم التدخل السلبي في الحالات الزوجية او الزواج بشكل عام. ما نسوي شيء الولد، المهم صار يعني هي قضية النفقة وقضية الطلاق، طبعا ما انطونا اياها بسهولة، صار الطلاق بس المؤخر والنفقة تأخر هواية، وبقينا نراجع بيها، وانا حتى حسيت نفسي تورطت بهذا الموضوع، قلت له لو هيك يعني مطلقين ولا هاي المراجعات، وهي امي تروح بس انا اقول قهر عليها اقول لازم اروح وياها، لانه انا بعد صرت وياها وقبلت بالموضوع. حقيقة كعملنا كمحامين وكشركة قانونية لاحظنا يعني عرقلة حقيقية في دوائر التنفيذ بما يخص استلام النفقات والتنفيذ على النفقات والمهر المؤجل والمؤجل كذلك، ويعني استلامها بشكل شهري. طبعا ممكن الزوجة المطلقة تجي ساعة بثلاثة بالليل تلزم السرة لحد ساعة بالتسعة، وممكن تتأخر للظهر لحد ساعة بثلاثة الظهر أو ثنتين الظهر، يلا تستلم نفقتها كل شهر زين. هاي عرقلة واضحة تسبب بيها دائما المعقبين، عمل المعقبين زين، دائما دوائر التنفيذ مكتظة، نحتاج إلى فتح دوائر تنفيذ جديدة ببعض المناطق المكتظة بالسكان، ازدياد حالات الطلاق بشكل كبير جدا زين. خلى هذه الدوائر طبعا الموظفين ممكن يكونون قليلين لا يستوعبون كمية الأعداد اللي موجودة زين، الأحرف تكون بشكل يومي، مواعيد جدا يعني إذا ما سلمت الشهر تتأجل على الشهر اللي بعده وهكذا، معرقلات كثيرة حقيقة في دوائر التنفيذ. تقدر توكل محامي أو هاي يمشي له بالاستلام أسهل، لكنه هي الراتب مالتها كمطلقة إلها والأطفال ممكن ما يكفي زين، ما نتوكل محامي مرة أخرى كذلك على مود الاستلام هذا صعب زين، ممكن النفقة ما تكفي يعني كأتعاب محامي وهكذا. ممكن فكرة إنه تصير الاستلام الإلكتروني؟ لا إحنا يعني هي كثير من الأفكار، وطبعا هي يعني دار التنفيذ وزارة العدل رادت إنه تسوي الدفع الإلكتروني، نحث طبعا والناشد وزارة العدل ناشد مدراء التنفيذ على عمل في الدفع الإلكتروني. كل الدول المجاورة كل الدول العالم وصلت لهاي النتيجة. اليوم أنا الشخص لما يجي يؤدي للدائرة التنفيذ، دائرة التنفيذ ممكن
الشخص هو قاعد بالبيت ممكن توصل له البطاقة على البطاقة اللي 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 المبلغ اللي دفعه الزوج أو للأطفال وهكذا. زين، على هذا الأساس الناشد وزارة العدل ودوائر التنفيذ بشكل عام إلى الهدف الأساسي هي الدفع الإلكتروني للمطلقات بشكل شهري. كل شهر يجي قاعد بالبيت توصل الراتب مالته أو المبلغ اللي هو تحصل عليه وفق القرار القضائي وينتهي الموضوع بدون ما حضوره، وهذا الاكتظاظ والسر الطويل والتعب للزوجة. بالنهاية هي أم، بالنهاية هي بنت، بالنهاية هي أخت. زين، وعلى هذا الأساس المناشدة تكون. لو لاقي دعم من الأم، لو لاقي دعم من الأم لا تنجح. تدرين ليش؟ مهما كان دولة بيت عمها، إيش قد تصير مشكلة؟ إيش قد لا بيت عمها دولة، فهذا ابن عمها، فمستحيل ينطبيها، مستحيل عادي تصير مشكلة. بس أكو أم تنصح وتوجه. إحنا دائما هسه كليتنا من بهذا عمرنا من تصير أدنى فد هل قد روح نستشار أمنا. الأم غلط صح هي الصحيح، هي الصح مو إحنا الصح. إحنا لا شوفي إحنا مرات شوفي هسه لو تقعدين تصفنين ويا نفسك مرات تقولين ليش أمي هيك تصرفت وياي، إحنا نحسها غلط بس هي صح. لكن مرور الأيام والأوقات تحسين يجيش هذا الموقف يندار عليك تقولين وأمي أني نبهتني من هذا الشيء. فالأم تكون حريصة، هاي الأم الحريصة. أنا دا أتكلم عن المرأة العراقية الحريصة والإنسان الشجاع اللي تبني ما تهدم، مو المرأة الفاشلة اللي تهدم. لا أنا لو لاقي عيب واحد وصدق عيب شرعي أو مو مشكلة تتطلق من عنده، لكن هذا مو فد مشكلة. مشيت بالإجراءات مع والدتك وما نعرف ردة فعل والدتك شنو كانت؟ بابا شنو موقفه؟ يعني ما قال من حقك انت وانت بكيفك، وانا خيرتك من البدايه بس انت كنت راضيه عليه وما يقدر هو يحب امي ما يقدر يقول لها لا. فما عارضنا ولا زعل من يمنا ولا ابد، بس هم زعلوا من يمنا صارت بعدين قضيه النفقه. بس خلينا نعرف بالبدايه انه انت اخذتي حقوقك. لازم نسال كل وحده عن حقوقها عن الاثاث، لان مهم جدا حتى نسأل المحامي بالتفاصيل. أغراضي يعطوني إياها، سوينا قائمة واستلمناها. الباحث الاجتماعي قبل 2003 كان أكو بحث اجتماعي. كان بحث اجتماعي وين؟ بالمدرسة، بالكلية، بالجامعات، بالدوائر، بالسجون، بكل مكان وبكل مؤسسات الحكومية ما موجود الباحث الاجتماعي. هسه بحث اجتماعي ماكو نهائياً. عندك مثلا اي شخص هو سوى فت غلط وزجوه بالسجن، تمام؟ احنا مو ننتظر المده مالته المحكوميه حتى يطلع كانه ما سوينا شيء، لو مخلينا بالشارع افضل. لان اكو هسه بالسجون اذا كان ابسط شيء مال المخدرات، دخل مخدرات اكو من يتعاطى داخل السجون. لكن لو اكو بحث اجتماعي داخل السجون بالمحاكم حتخف هاي الازمات. ليش؟ اكو نصيحه، اكو توجيه، اكو شخص انه هو ارتكب الغلط بس هو ما يعرف ليش ارتكبه، شنو السبب اللي خلاه، ليش اني مباحث اجتماعي موجود اروح اتناقش ويا الشخص اللي يريد مثلا الطلاق. انت ليش تريد تطلق؟ يمكن مشكله كلش يمكن سامعه هسه الطلاقات تصير مشاكل كلش ما لها قيمه، لو على موبايل لو على اكل لو على لا، فشي ما يدرك العقل. لكن لو اكو بحث اجتماعي مجرد يقارب وجهات النظر، يوعي البنية، يوعي، ينتهي كل المشكلة. نفس الشيء بالسجون، لو اكو بحث اجتماعي اوجه هذا اللي ارتكب الغلط وانصحه مرة مرتين حيوعى على نفسه يطلع الحمد لله. زين، وضع الحالي شنو كان؟ ان وضعك الحالي انت شنو تفكرين بالزواج مرة ثانية؟ شنو الخطوة اللي جاية بالنسبة لك؟ هسه وضعي انا ايش اقول لك، يعني وضعي هسه كلش تعبان، مو مثل يعني بدايه من طلقت. وهاي شوفي يعني امي كانت سويت لي باهس، هسه كيف تشتري انت تزوجين تريدين يعني تبقين بالبيت ما عندها مشكله، انا يعني مساعدتها بالبيت ويعني اخواتي كلهن يتزوجن. ف
فما مهتم بموضوع مثل قبل مثلا نجيب له قسمه او هاي، لان ما اطلع وما اشوف احد. فحيره اني اذا اريد اتزوج شلون يعني اتزوج شخص، شلون يعني اختاره، وبعدين قرايب ابد يعني حتى من اهل امي ما اريد، وهم هم رادوني قالوا انه ناخذ البنيه يعني شنو ذنبها، بس انا ما قبلت لان راح حمين اخاف تصير مشاكل وهاي. فحيرة شلون اختار هسه، شلون يعني راح اتزوج، وهذا التفكير. وامي يعني اللي هي ما تدخلت بس بموضوع طلاقي، ما تدخلت بغير شيء. انا احب المراه القويه. انا اتطلقت بعد، هي اتطلقت صح، انا اتطلقت، شنو نهايه العالم؟ مو نهايه العالم، خلص كانه كنت نايمه وصحيت. اصحى المراه العراقيه القويه اللي شخصيتي الكل وين ما اكون اني اتباهى بنفسي، اني لان عندي ثقه بنفسي. لا، اذا عندي دوام اروح دوامي، ما عندي دوام اخلق من نفسي فتشي حتى انسى انه صار شيء، وما اعتبرها غلطه. طلاقي ما اعتبرها غلطه، تجربه وعدت. واحنا الانسان الصح اللي يتعلم من تجاربه، فالحياه عباره عن تجارب، اذا اني ما اتعلمها فاني خسرانه جدا. لا، فرصة بالزواج الثاني بس الاختيار الصح انه تقوم وتصحى على نفسها وتكون انسانة قوية. لا، حتختار انسان الافضل والاحسن ان شاء الله. حقيقة الحالات كثيرة، حالات الزواج والطلاق اللي مرينا احنا كمحامين بها حسب خبرتنا كثيرة ومتعددة. الطلاق يعني اسبابه كثيرة، اسباب اجتماعية، اسباب اقتصادية، اسباب البلد نفسه، اسباب قانونية مرات. زين، ممكن انه تسبب حالات طلاق. على هذا الاساس بالنسبه للقضيه المعروضه اللي هي الحبس، ممكن الزوجه تصبر على زوجها زين، باعتبار انه والد اولاد يعني اب لاولاده زين. هذه الحاله ما عدا اولاد، او وفر لها القانون غطاء قانوني اللي هو الحبس لمده 3 سنوات، ممكن تطلب التفريق. زين، بشكل عام التدخلات العوائل بالزواج، تدخلات الأقارب، تدخلاتها ممكن يأثر الجانب السلبي. الزواج المبكر جدا يعني ما ننصح به. زين، ممكن يسبب يعني اكتمال ونضوج الزوجة هي مو بالسن القانون، بالسن الشرعي الوضع اختلف. ممكن انه يكون الزواج لما نحدد القانون العراقي اللي هو 18 سنة، ممكن بعد ما تكمل 18 سنة يكون يعني عندها وازع فكري، وازع أدبي، وازع ممكن تتحمل الزواج وحوادث الحياة، أو بشكل عام حادثة الحياة نفسها. هي نفس حادثة الحياة حاليا هي صعبة، ممكن تتحملها بعد مرور 18 سنة. أما أنا أشوفه أنه دائما هسه حاليا قاعد اشوف اللي الطلاق السبب الرئيسي هو انه هي بعدها ما مكمله 18 سنه، بعدها ما مكتمل يعني نضوج عقلها بشكل كامل. انا ما اريد اضيف غير كلمه واحده للمراه العراقيه، ان تكون انسانه قويه، لان الصراحه بهذا وقتنا وبهذا الظروف اللي دا يعيش بها البلد، الظروف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي باتت بتدهور، اثبتت المراه جدارتها بكل مجالات الحياه. فاريد كل مراه تحس انه هي ظروفها تعبانه، ناقصها فتشي، تريد تثبت. انا اخلق نفسي، فاتمنى بكل مراه انه هي تخلق من نفسها شيء. نعم، ختاما احنا حابين نشكر فاني بال لتعاوننا ويانا الدائم. الله يحفظك. شكرا جزيلا، اتشرف بكم، ودائما شركتكم هاي اي شيء بالمشوره القانونيه ونشر الثقافه القانونيه هي مهمه جدا. طبعا اشكر حضرتك وبرنامج الست نور، لانه حقيقه عملتي على نشر الثقافه القانونيه بشكل كبير وساعدت الكثير من الناس. كذلك قناه الايام هي قناه مرموقه زين، عملت في وقت صعب جدا عملت على نشر ثقافه قانونيه، واحث جميع القنوات على نشر هذه الثقافه المهمه للجميع. شكرا جزيلا للهديه.